الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية القمر يحترق في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. احتراق القمر في المنام يدل على تعرض الرأي لخسارة في حياته وبعض الأمور التي تسبب له الإزعاج، والله أعلم. يدل حلم احتراق القمر في المنام على وجود دخان ومشاكل تعوق عمل الرأي، والله أعلم. رؤية احتراق القمر مع الدخان في المنام دليل على أعداء يريدون إزاء صاحب الرؤية وتحطمه، والله أعلم. عندما يرى الشخص بأن القمر يحترق في المنام دليل على بعض المشاكل الموجودة في حياته وهو بعيد عن العبادات والطاعات، والله أعلم. انفجار القمر في المنام قد يدل على خروج بعض الأشياء عن سيطرتها. قد يدل حلم احتراق القمر للفتاة العزباء على فسخ خطبتها أو رسوبها في الامتحان، والله أعلم. في منام المرأة الحامل تشير رؤية القمر وهو على هيئة البدر إلى أن مولودها سيكون له شأن كبير. رؤية القمر وهو بدر في منام المرأة المتزوجة دليل على اقتراب حملها. يدل القمر بدرا في المنام على حصولها على منصب مهم وكبير، والله أعلم. يشير رؤية البدر في منام الفتاة العزباء بالفرح والسرور والأمل التي تعيش فيه هذه الفتاة. رؤية الشخص بأن وجهه أصبح بدرا في المنام يشير إلى قدوم الخير والرزق الوفير للرأي، والله أعلم. يشير رؤية القمرين في منام الرجل أو المرأة المتزوجين إلى رزق صاحب الحلم بولدين، والله أعلم. قد يدل القمران في منام المرأة التي لديها بنات في سن زواج على قرب زواج بناتها. في منام الفتاة العزباء يدل على حلم وجود أكثر من قمر على زواجها من شخص صالح وسعادتها وفرحتها في الفترة القادمة، والله أعلم. المرأة المتزوجة عندما ترى أكثر من قمر في منامها دليل على أنها ستعيش حياة مستقرة وسيكون فيها منافع كثيرة وستحصل عليها، والله أعلم. رؤية أكثر من قمر في منام المرأة الحامل علامة على النعيم الكثير التي أنعم الله بها عليها وراحة بالها، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.